طيب انت لما كلفك الشيخ جابر انك تاسس البنك المركزي، هل مسماك الوظيفي نفسه سكرتير مجلس لا النقد؟ لا 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 لا، سكرتير بالاضافه الى سكرتير المجلس. يعني انا في عندي وظيفتين، سكرتير مجلس هذا الرسمي، سكرتير مجلس النقد، وفي نفس الوقت مكلف ان 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 اسس البنك المركزي. طيب شنو سويت هنا؟ ثلاث سنوات، خمس سنوات هذا للتأسيس، خمس سنوات اللي هو من 63، من 63 ل 8 ل 68 ل 8 ل 68 ل 68 هذا كلها تعتبر مرحلة تأسيسية. تأسيس مرحلة تأسيسية. استعنت في ناس خبرة مصرفية، خبرة قانونية، خبرة بجميع النواحي. كان أذكر أسماءهم الآن، هو كان عزة طرابلسي، كان هو محافظ بنك المركزي السوري لمدة طويلة، وعالم في 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 شيئين، في القانون وفي في العلوم المصرفية. وكان يشتغل يعمل ذاك الساعة، ترك استقال ويا الكويت، وصار مدير عام شركة الوطنية للاستثمار. فرشحته للمجلس عشان يتأكد، وعرفوا وقالوا خلاص اتفق وياه عشان يضع مسودة القانون. كان طبعا عنده بالبيت يروح يشتغل وهذا. وانا قلت له انا بناقشك في كل مادة اناقشك، يعني هو انت تضع مسودة وانا اناقشك. وفعلا اناقشك. كنا نجتمع عندي بعد الظهر، نجتمع ساعات هذا أكثر من مرة بالأسبوع أكثر. هذا لا جهز هذا، وكان أصر أن يكون المجلس البنك المركزي مستقل. لأن أنا يجي الحين دور هذا البنوك المركزية إذا ما تكون مستقلة، يعني وجودها او عدم وجود، يعني ما لازم يكون مستقله. البنوك المركزيه لازم تكون مستقله. طيب بتكلم بعد شوي عن استقلاليه البنك المركزي. نعم. ف انا كنت هني اكو استقلاليه مطلقه واستقلاليه نسبيه. انا ما اقدر اسوي البنك المركزي مستقل مطلق، يعني ما حد لازم، لأن الدستور يمنعني. فأحاول أن أخذ حد الأقصى من الاستقلالية نسبية. هذه في عدة مواد حطيتها. طيب الفريق اللي كان يشتغل لا معاك، أنا وياه بس أنت وياه، أنا وياه بس. يعني مسودة البنك المركزي وضعت بينك وبين السوري، هو اللي وضعه وأنا أناقشه. بس هو أناقشه لأنه هو القانوني، ما أنا القانوني، هو القانوني مصرفي أنا لمدة. بس أنتوا الاثنين. أنا الاثنين، ويعطيني هذا ونناقشه. وطبعا طيب بعد يعني ما انتهى من المسدة، طيب عرضته على مجلس الإدارة. على مجلس الإدارة اللي هم منو كانوا؟ مجلس إدارة شو اسمه؟ مجلس إدارة النقد. مجلس النقد اللي برئاسة الشيخ جابر. الشيخ جابر، نعم. لأن قلت لك الحين لا زال في مرحلة التأسيس. طيب نعم. فبعد ما عرضت عليها؟ أنا عرضت عليه شوية تغييرات في عمل هذا. وخصوصا في مجال التفتيش، يعني تفتيش على البنوك، مو تفتيش المكتبي، تفتيش على الطبيعة، يعني يروحون. فقال هذا نأجله بعدين هذا، وقدمناه هذا لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء حوله لمجلس الأمة. انت هني في مجلس الوزراء ما استدعوك حتى تروح تناقش يناقشونك او شيء؟ بس مجلس الوزراء يطلع مرسوم عشان حالته الى مجلس الأمة فقط. بس النقاشات الرئيسية كلها صارت في مجلس الأمة في اللجنة المالية، كنت انا احضر. وفعدين كان شيخ جابر عنده 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 مستشار مصري هم قانوني. شو اسمه؟ طنابلي، محمد بن عمل طنابلي. كان هو مدير او رئيس مجلس اداره احدى البنوك الخاصه في مصر.
طيب ايوه مستشار هو هو قانوني اصلا. فانت وياك انتم تحضرون؟ لا خلنا انا احضر وبعض الساعات يعني بعض هذا لا اطلب منه اطلب منه عشان يجي وياي لان 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 امور قانونيه انا ما اقدر افهم يعني هو يناقش اكثر مني انا اما امور المصرفيه انا 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 اناقشه. المهم وافقوا الا ما 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 تغير في شيء يعني ما 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 اضافوا في شيء في القانون ما اضافوا في شيء فحولوا الى طبعا الى الحكومه عقب ما وافقوا على مجلس الامه حولوا الى قانون. قاعد نتكلم احنا على اي سنه؟ والله ما اعرف سنه بس هو يبدا قلت لك من 63 الى 67 الى 68 الى 67 مجلس الامه الى 67 كان مجلس الامه من 63 اي بس انا خلاص انا اتكلم عن شو اسمه ذاك خلاص انت بعد بس متى صدر القانون؟ قانون بس حول الى 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 هذا في نهايه 67